بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبوات صلاة الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركتها فلتكن معنا آمين. أفرام عينك مع المايك على طول. من سفر العدد لموسى النبي بركاته على جميعنا آمين. وسمع الكنعاني ملك داراد المقيم في البرية أن إسرائيل قد جاء عن طريق أتاريم، فحارب إسرائيل وسبى منهم سبيا. فنظر إسرائيل نظرا للرب وقال: إن دفعت هذا الشعب إلى أيدينا حرمناه لك مع مدنه. فسمع الرب صوت إسرائيل ودفع إليهم الكنعانيين فحرموهم هم ومدنهم، فدعي اسم ذلك الموضع حرما. ثم ارتحلوا من جبل حور على طريق بحر القلزم أي البحر الأحمر، وداروا من حول أرض أدوم. فصغر قلب الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتنا من أرض مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد سأمت نفوسنا هذا الخبز اليابس. فأرسل الرب على الشعب حياة قاتلة فكانت تلدغ الشعب، ومات قوم كثيرون من بني إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فادعوا الرب أن يبعد عنا هذه الحياة. فتضرع موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية من نحاس وارفعها على سارية، حتى إذا لدغت الحية إنسانا فينظر إلى الحية النحاس فيحيا. فصنع موسى حية من نحاس ورفعها على راية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيا مجدا للثالوث القدوس. سفر أشعياء النبي.